كما قلت لكم سابقا انني غادي نتبع هاد يعني هاد الحديقه اللي كانت هنا باش نعرفوا بانه كاين تطور في الاشغال. مي المشاريع ديالنا دائما فيها كيكون عندها واحد لو ديلي، ولكن هاد لو ديلي دائما اما كنبداو نقلبوا على المبررات باش ما نكملوش. دونك هنا تقريبا لو بروجي جاهز برسك، يعني في المراحل النهائيه ديالو، ولكن الخدامه يعني هذا المشروع هذا انا ماشي مختص في هذا الميدان هذا، ولكن في البدايه كيكون الخدمه نار، ولكن بعد كيبقى يبرد حتى لدرجه انه انتم كتشوفوا اليوم يوم السبت ما كاين حتى خدام. البارح في العشيه عاود دزت من هنا ما كاين والو، يلا كاين واحد الحارس راه في لو فون. الانتقاد ديالي لهاد المشاريع ماشي لانني هنا رد على واحد الاخ ويبدو انه عنده علاقه بهاد المشروع هذا. انا لا انتقد المشاريع ولا التطور اللي كتعرفوا المدينه، ولا انا كنت عطيت الراي ديالي في الحديقه اللي كانت هنا انها تحولت الى مكان عامر بالاسمنت انتم كتشوفوه، يعني وشويه ديال الغازون، في حين ان من قبل كان نخيل هنا، كان شجر الزيتون، والصور الحمد لله راه موثقه عند الشيخ جوجل. قلت انا ان باركينغ سوتيرا مزيان، ولكن راه ما غادي يحلش المشكل، لان انا كنهضر في لو جلوبال، ما كنهضرش على هذا لو بروجي في حد ذاته. انا كنهضر على هاد العينه من المشاريع خاصها توازيها الا بغيناها تنجح، خاصها توازيها مشاريع اخرى من نوع. وانا اؤكد على تطوير النقل العمومي، تطوير الحافلات، يعني التجربه ديال طنجه، التجربه ديال الزا كنعتبرها نسبيا ناجحه بالمقارنه مع مدن اخرى اللي النقل الحضري فيها كيعرف مشاكل كثيره. واخر فيديو يمكن غادي ننزلو اليوم هو يتعلق بالنقل الحضري في مدينه الدار البيضاء، يعني ها لو ترام، ها هو الدار، ها هو كيبان لك الناس مثلا جالسين مرتاحين، الوقت يحترم الى اخره. هذه تجربه ناجحه جدا. بالمقابل النقل الحضري لي بوس ديالهم راه واحد الحاله ما احتاجش نوصفها لكم، وحتى التعامل ديال المواطن، ان المواطن شحال مريحته، حتى هو كيولي يحترم ترام، راقب كاميرات، يعني كيريح المواطن من حيث انه دابا وساعه خصو الصرف، خصو كذا، كدير البطاقه ديالك، عارف كتجيري لو بودجي ديالك، الاسره ديالك كتبقى مرتاحه، يعني الابن ديالهم ركب بغى يوصل في الساعه الفين يمكن تسناوه على اين. هذه اشياء اللي هي واحد المجموعه هنا ديال لي جون، يعني كيشوفوني كنصور وينتقدون. احنا عندنا باقي هاد لا كولتور هادي، في دردشه بسيطه مع مجموعه من الشباب اللي ربما شافوني كنصور وكانوا كيعتقدوا انني كنصورهم. لوين دو لا، راكم شفتوا الموضوع اللي كنت كنهضر فيه. وعلى اي، هذه ارضيه فقط لفتح نقاش حول هذا الموضوع المتعلق بهذه المشاريع. انا لم اوجه اتهاما لاحد، وهذا دائما رساله لصاحب التعليق واللي قلت عنده علاقه بهذا المشروع هذا. انا قلت اي واحد دخل على شي مشروع راه افي كيتشارج وكيحترم القوانين الى اخره، بصحته وراحته الى ربح. ولكن انا دائما قلت كنعلق على هذا النوع هذا مثلا اللي كتشوفوه، انه قطعه من الاسمنت وشويه ديال الربع، ولكن اذا رجعتوا للصوره ديال هذا المكان بالذات، يعني باش تعرفوه بالضبط فين هو موجود، قرب مسجد محمد الخامس في منطقة إيبيريا. قلت أنني كنت كنفضل، وهذا رأيي، كنت كنفضل
داك الحديقه تبقى على حالتها، و يعني وبناء مرآب كان يمكن يكون في جهه اخرى، و وما كيهمنيش انا المرآب في حد ذاته. قلت ان اللي كيهمني هو تطوير النقل الحضري، البوس البوس البوس، انا اللي صالح النقل الحضري اللي جربته، وعلى الخصوص ان عندي الوقت الكافي جربت تنقل يعني عبر هاد الحافلات ديال الزا، وعشت المعاناة ديال السكان، وتقريبا عرفت واحد المجموعة ديال يعني معطيات اللي الناس اللي كيخطوا المدينة كنظن الأغلبية ديالهم مركب حتى في الطوبيس. إذا كيفاش غادي يمكن كيفهم في المشاريع، ولكن في المعاناة ديال السكان راه إلا مركبتيش معاهم وتسنيتي البيس ساعة المكانة وكل البرد والشتاء ولا راه ما عمرك غادي يعني توضع راسك في يعني تقمص شخصية الآخر باش يمكن لك تفكر في بلاصتو. تحياتي.